معكم ياسين من القناه ديال ليرن سبانيش ويت ياسين. وهذا الفيديو هذا غادي يكون في شكل، غادي يكون في شكل في شكل في شكل في شكل بزاف، لان اول مره غادي نبان في الكاميرا، يعني غنبان فوجي في الفيديو. ثاني حاجه، لان الموضوع اللي غنهضروا فيه نتوما اللي اختاريتوه، الموضوع اللي غنهضروا فيه رام. وثالث حاجه هو ان هذا الفيديو هذا مصور في الشارع، يعني ما كاين ني كاميرا ني ميكروفون ني نارا. يلا ماموس. العنوان ديال الفيديو نو ديغاس دينارا نونكا، ما عمرك تقول دينارا شي واحد قال غراسياس، لان دينارا باسله باسله، واغلبيه الناس اللي كيستعملوها كيكونوا مبتدئين في اللغه ولا اكسترانخيروس، يعني الاجانب كيكونوا باقيين كيتعلموا اللغه وما اللي كيقولوا دينارا، لان داكشي اللي كاين في اليوتيوب ولا كاين في ما مشيت تلقى دينارا. لكن كاين بزاف الاجابات اللي ممكن نجاوبوهم على غراسياس، شي واحد لا قال غراسياس ما تقولش دينارا، هادشي هو اللي غنتعرفوا عليه في هذا الفيديو ديال اليوم. واول كلمه معنا هي نو اس نارا، نو اس نارا، نو اس نارا. شي واحد قال لك غراسياس نو اس نارا، نو اس نارا، يعني بحال كتقول له ماشي شي حاجه، فهمتيني، ماشي شي حاجه، نو اس نارا، نو اس نارا. ثاني كلمه غنتعرفوا عليها هي غراسياس اتي او اتي، يعني شي واحد لقى لك غراسياس كتقول له غراسياس اتي او كتقول له اتي. عاوتاني الطياره. نقولو غراسياس اتي، يعني شكرا ليلك، يعني شي واحد قالك شكرا كتقول له شكرا ليلك، وهذه القضيه كيكون فيها نوعا ما عاوتاني الطياره. قلنا كنقولو غراسياس اتي، شي واحد قال غراسياس كتقول له غراسياس اتي، او لا كتقول له اتي نيشن، يعني الشكر لك او شكرا، يعني شكرا ليلك انتينا. وهذه كما قلنا كتكون فيها نوعا ما شويه المجامله، يعني اغلبيه الناس اللي كيقولوا غراسياس اتي كتكون فيها شويه المجامله، ماشي دائما ولكن بعض الاحيان، يعني شكرا ليك، يعني هادشي اللي كاين. الكلمه الثالثه اللي ممكن نستخدموها او الجمله الثالثه هي نو اي دي كي، نو اي دي كي، نو اي دي كي، يعني بحال اللي كتقول اهلا وسهلا او مرحبا بك، ماشي واحد قال لك غراسياس تقول له نو اي دي كي، نو اي دي كي. ودائما خصكم تركزوا على الطريقه كيفاش كننطقوا هذه الكلمات، يعني ماشي تقول نو اي دي كي، نو كنقولوا نو اي دي كي، نو اي دي كي، يعني او نو اس نارا، نو اس نارا، ماشي نو اس نارا، اسي نو، اسي نو، فالي. طامبيان كتعني بحال لا تبغي تقول مثلا على راسي وعيني، يعني شي واحد قال لك شكرا كتقول على راسي وعيني، يعني بالدارجه المغربيه. الطريقه الرابعه باش نقولوا بها ديال نارا هي نو سي ميريسين، نو سي ميريسين، نو سي ميريسين، نو سي ميريسين. بحال كتبغي تقول مثلا الامر لا يستحق، عاوتاني الطياره، مشكله الطريقه الخامسه باش نجاوبوا بها على دير نادا كنقولوا يا بيس، نو اسنادا، يا بيس، يا بيس، يا بيس، يا بيس. وغالبا كتكون مرفوقه مع نو اسنادا، نو دي بريكو بيس، نو اس امبورطانتي بور اكزومبلو، يا بيس نو اسنادا، يا بيس نو اس نارا، يا بيس، يا بيس نو اس نارا، يا بيس. كنقولوها ملي كيكون مثلا شي واحد قال لك شكرا وماشي انت ما عملتيش شي حاجه اللي غيقول لك عليها شكرا، يعني الامر لا يستحق. عاوتاني الطياره. الطريقه السادسه باش نجاوب بها على غراسياس كنقولوا نو تي بريكوبيس، نو 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 تي بريكوبيس، نو تي بريكوبيس، نو تي بريكوبيس اومبري، نو تي بريكوبيس كتعني ما تدش في بالك، يعني بلا ما تدير في بالك، او باللغه العربيه لا تقلق، زعما نو تي بريكوبي. الطريقه السابعه باش نجاوبوا بها على غراسياس كنقولوا نو اي بروبليما، نو اي بروبليما، يعني ماشي مشكل، ما كاين حتى مشكل، الدنيا هانيه. حنا في المغرب كنقولوها بزاف، كنقولوا ماشي مشكل، يعني الدنيا هانيه، نو اي بروبليما او نو اي بروبليما. جات البلاصه لان الكرسي اللي كنت جالس فيه راه هو لهي، ولات شي ولات فيه الشمس بزاف، على هذاك الشيء بدلنا البلاصه. المهم الطريقه الثامنه باش نجاوبوا على غراسياس كنقولوا
no me cuesta nada no me cuesta nada no me cuesta nada يعني ما كلفني والو الامر لم يكلفني شيء كنقولوا no me cuesta nada no me cuesta nada hombre no me cuesta nada والطريقه التاسعه باش نقولوا او باش نجاوبوا على gracias كنقولوا para eso estamos para eso estamos هذه كيستخدموها بزاف مثلا مشيتي شي تيندا يعني شي محل تجاري او اي مكان مثلا فيه شي واحد غيتلاقاك ولا شي واحد في الريسبسيون غيستقبلك ولا غادي يقدم لك شي خدمه مثلا كنقولوا مثلا مشيتي للتيندا تشري مثلا الحوايج ملي كتجي تخلص كتقول غراسياس يعني كتقول السيده غراسياس اللي حاشا تجمع لك الحوايج وتدم لك في البورصه الى اخره هي غالبا غادي تجاوبك برايس وستاموس فتعني لهذا نحن هنا يعني على يعني على هذا الشيء حنا كاين حنا علاش كاين هنا غير باش نخدموك يعني باش نقدموا لك هذه الخدمه يعني غالبا الناس اللي كيقولوا بارايس وستاموس كيكون داكشي اللي يعملوك داكشي اللي يعملوا لك بالواجب عليهم او الوظيفه ديالهم كتحاسب عليهم على داكشي مثلا مشيتي شي اداره تخرج شي ورقه في الاخر كتقول له غراسياس هو يقول لك بارايس وستاموس يعني على هذا الشيء حنا كاين هنا يعني على هذا الشيء حنا خدامين اصلا يعني هذا هو المعنى بارايس وستاموس وبهذا الشيء غادي نكونوا سينا الفيديو ديال اليوم كنتمنوا تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس وديروا جيم باش يوصلكم الفيديوهات الجديدين ولا عجبتكم الطريقه هذه في الشرح فخلوا لي كومونتير باش نفهم انني خصني نبقى نعمل فيديوهات بهذه الطريقه هذه يلا تهلاو